بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. عشر كان وكل باب قل إيو طبنات كمذا من صحيح مسلم رحمه الله تعالى، باب الحث على النفقة وتبشير المنفق بالخلف. وحباب هاي إلا إسكو عربيو على النفقة، إن إلهي جدكي سلقو بحيو خيرات كي يهانتذا، وتبشير المنفق إن لو بشار أحد كوح بحية وحليبه متصدق يدغسك بالخلف بدل وناكسا، وحو بحيي إن إلهي بدل وكسينا يوما أنفقت من شيء فهو يخلفه وكلوي. حدثني زهير بن حرب ومحمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان عن الأعرج عبد الرحمن هرمز عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يبلغ أسوه لك أبيه حديث كأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحوري نبيه قال الله تبارك وتعالى وين وحوري يا ابن آدم بن آدم أنفق وحبحي وأنت ذي وصدق يسوع وقعنت هذا فر أنفق عليك أراك بيلا يوحك السيني دل وحبحي سوء مد إلهي أنت وحمدا أدق عنت أفرته إلهي بأسونا خير كسكوفر يو. وقال تعالى إلهي وحكلو يجي وقال رسولنا وحول عليه الصلاة والسلام يمين الله إلهي كعنتيسو ملأ تيب وحدو كعنت إلهي واب وحدا ملأ وتأنيث ملآن تأنيث ملآن لب كمركم ملآن بالي إذا دد جناء ما صفظا مؤنثانا ملآن ملأ بالي ده كعنت إلهي ويب وحدو وقعن بوحدا واحد والبوح بحشة بدل خير قباء إلى هيوكسيني. وقال ابن نمير محمد ابن عبد الله ورسول حوري وزهير أوسن أورنين ملآن سداس السقويري يمين الله ملأ مدكت إلى هواب وحدا مشى هيد أسقو حب جريبة يمين الله ملآن ملآن بناء على لفظ اليمين معايا لي يمينتو مدكت في لغة العرب ومؤنثة صفات يدون وملأ وي لكن مركز لفظي أهان ملح ستوض معنا هذا الملح سنين ملآن والأوران كرا ولا تذكيرين كرا وي صحاو تيشو بيت بدنوي قعنت إلهي واب وحدة هدي بوحدنا خير كيشو بتاوي صحاو من وفعلاء من الصحئة ولا يقال للمذكر أصح الله ما يلاهد كما يقال ديمة هطلع ولا يقال للمذكر أهطل طيب بل وحلوان وصحاب هطل بالعرنية يعني وحاجر فعلاء أن مذكر لهين باجر توي لغة عربية كوار كيسا فعلاء مذكر كيدو وأفعل نقضوا بدنيا سيدا حمراوي أحمر وكالي لكن وحاجر تا فعلاء أن لهين أفعل أن لهين تنا كمدا طيب صحاء با كمدا ومركا شبت بدن قعنت إلهي وابوحدا وإن وحبحين بدن تايوي ويشبتا سيدا الروب كي أدى ذا لا يغيضها من نقصاميه شيء شيء الليل والنهار هبين يا مال وحبحين تالله وحبحين يا شبيه الدميز وكشبيه وح اسكدي من متش روي معناها سالو جيده. حديث البخاري باسون وري عن ابي اليمان عن شعيب عن ابي الزناد مش هذا اصو كمسلم كوري عن زهير ومحمد عن سفيان بن عيينة عن ابي الزناد وكوري بخاري عن ابي اليمان الحكم النافع عن شعيب بن ابي حمزه عن ابي الزناد بكوريه يمين الله الى قعنتي ثم لا وبحده صحاء مثل شبطه وخيرك بحسوي لا يغض من نقصاميه شيء من الانفاق شيء من الانفاق وبحين والله وبحيو دقيسي اي وبحينتي وحباس كما ديمان الليل والنهار هد يهبين با يعني ومنصوب على ظرفيه. وحدثنا محمد رافع قال حدثنا عبد الرزاق بن همام السنعاني حدثنا معمر بن راشد عن همام بن منبه أخي وهب ابن منبه السنعاني اليمني قال وهب همام وحيدي هذا ما حدثنا أبو هريرة صحيفتي همام وهي عن أبي هريرة صحيفتا كتابا وكقرطيب أحاديث وكل بقي مسلم كسو قادان تابعي أمرك وحكورني أبو هريرة هذا حديث كان أما صحيفتا أما أحاديثا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله وأحاديثه نجدت بي أبو هريرة النبي محمد عليه الصلاة والسلام فذكر وحوش أحاديثه دور حديث بوشجع همام عن منبي وكش عن أبي ركوري منها وحاكم ذا أحاديث أبو هريرة رسولك نجدت بي وقال وحول أبو هريرة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قال لي
إلهي وحي يقول للمسلمين أنفقوا وحبحي وحصد قيسو أنفق عليك أنا وحبانك السين أيها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك وحور يمين الله إلى مدكتيس ملأتي بحذوة لا يغضو من نقصاميه. رواية النسائي لا يغضو نفقة صح الليل والنهار سداسة رواية النسائي لا يغضوها من نقصاميه وحكن اسكدي ما إلهي بحديسة أما قعنت سب بحذوة وحبك ما دماء واب بحذوة وحل بول لقب عشتي بحذوة وقنقمن سحاء الليل والنهار مد شبطاء وحب حسوى يهدي هبين باء أرأيتم بليغا والرمى ما أنفق إله وحب بحيي أدق وذي منذ خلق السماء والأرض أنت عرر الأبوري فإنه بحنت أي إنفاق أنت إله أوذي لم يغد كما نقصى من ما في يميني وحك عن سكوتر شيء أو الدون كما أنك أبوري أنت أبو وحوذا أو وحب حيا أو أضم وحب حيا وحك بدنسية وحي اسكدم ما ارقته ديقد الهي وحي اسكدم ما ارقته غانت سبوخده وح كنقصان ما ارقته قال وحولي وعرف الهي عرشي سنه مركو عري دول ابو رهي على الماء بيو كسريي او عركي دولكو غدال با لغا ابو عرشي الرحمن با كهوري عرشي مركو لا ابو رينا وحا كسي هوسي بيا ودخيه هدا بيا دولكا كهوسي وحا بيا لغا هلاك عرشي إيو بيها لما دحين واغ هوري كدب إله سبحانه وتعالى وحقوق التيضي عر إيو دول بالابور تضبع عر بالابور تضبع دول والابور إذن عرشي إيو بيه مرك والا كالتيضي والاو دار حاضي لحظة بالاقالي وعرشه على الماء قبل خلق السماء والأرض انت عر إيو دول أبور كهور عرشي إلهي بيه كسر وبيده الأخرى قاعد سكان ربي وحاكجر القبض قرشين تكجرت القبض إرساق قدريد ذا كجرت القبض نفط الروح ذا قائد ذا كجرة من نوا بسط ذا كجرة ويمين الله ملأ سحاء الليل والنهار ومذكت قعنت كلا يدنا مذكت أنا وكلت يديه يمين وكن النبي قول عليه الصلاة والسلام ومذك هذا اللي قول هذا وحدرين بن آدم باتاي بذح إنا يجرتو بذح أي إنه عرف أن ابن آدادان أي كتاك درانتاي مدكتا لكن نبي وحول وكلتا يديه يمين إلهي لو يسك عمود بوا مدك لبقى عمود ربي واليه من نوح وكب حشا من نوح والغوقب ضوضة وبيد الأخرى القبض قادد النفط لقاضه أما القبض إرساقده لسكو عددي والله يقبض ويبسط وكلوي كعنه وحوي بسط يا كي مادة من نوع حكيم هذا مامل ومن قدر عليه رزقه هو يو وحوال الوقت كينا تقدير باكي مادة تضييق باكي مادة يرين باكات مادة لنك هو لغو فسر وحكا لغو فسر إلا يذا وقبض الأرواح إلا يقعنا وحوه قبحيا من نوع قوق هذا رواية كلوب مركب بخاري أولي وحابا كي مدبا وبيد الأخرى القبض أو الفيض أو الفيض وشك الراوية يرفع إلهي أضومها قاركوت بدلعسية ويخفض هوسنا وأوديكا خفضنا وحاسكا جعانتك له رفعنا وحاسكا جعانتك له هيد عطاها يا بسطيكا ساسو كليه يرفع أقواما ويخفض أقواما رفع ومرك بس ونوع من البسط أو جعانت ميدك تاء خفضنا جعانتك له يكون مني بخاري بعد كوري أسوقنا عن شيخي علي بن عبد الله المديني عن عبد الرزاق ميشا ومسلم كوري عن محمد رافع القشيري عن عبد الرزاق إذن معنا حديث كجرة وحاو إله سبحانه وتعالى واضيق بضاني وأنا جواد كريمة هدي يهبين وحبوب بحيا ديقضي سوح اسكدي من مجيرو كعان تنميذيك تاء رفعيك إيا بسطيك إيو إرساق الدواسع يا إلهي يا كتمادة مدك لنا تقتيرك يا تضييق أما قبضك أرواح ذي أمورها أيا كيمادة إلهي من الله بقع مضليه ديقنا بضاني أيو حديثك السوق هيا وحاكله كجرة شرط يجوابه بن آدن وضض وحبحيسه أوضن فقيسه وصدقات كبديسه وقعان تضفو الراتو إلى هنا أتكحده ربي وكو أبا القذية بدل الخير قبو وحبحيسه وحكبضون وكسيني قعان تإلهي الله سقيوه وإلهي باقرنا كيفي ذي قاب كذا لكن إلهي وحاو يقان الرسول كيسي قال لي الرسول كوحي ربي قتل ما من تشبيه تجزيم ما نقص ما وكمال يوراق وي
صفاتك ربنا وحي فرع كيهين ذات ذا ربك سبحانه وتعالى سان وجود ربي وقيمتنا أصغينه أيان صفاتك سان أصغينه بدون تكييف ولا تحريف تأويلات كمركة إيقاظ عياض مازري ينو يقول فنين أحاديثة إسكائلة وطريقة المتأخرين المنحرفة وعباكم مشغولين. إذن سيدا مرها ضيتها قعنت إلهي يتغسل وكل صونا دوي وحنا هلا بحشو ربنا هلا اسكحلو سيدا أنا هلا يالو معناها سحديث كتشرة. باب فضل النفقة على العيال والمملوك وعباب يفضل كتشرة النفقة بيلك الله بيلو على العيال عرورته والمملوك الضومضة يو إثم من ضيعهم يدنبق أوهلي أما ولكل مي أحد كضيعي أصغو بيلك أما حقو بحين كرا ضيعي مركز سلعي الرفات كد له أو حبس أما كحنب نفقة بالكود عنهم عن العيال والمملوك ونحوهم. حدثنا أبو الربيع واسمه سليمان ابن داود الزهراني وقتيبة بن سعيد كلاهما عن حماد بن زيد بن درهم البصري قال أبو الربيع وحيدا أسوق حدثنا حماد صاحب كين عن بويله هده حدثنا أيوب بن أبي تميمة السختياني عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي عن أبي أسماء أبي أسماء واسمه عمرو بن مرثد أبي أسماء الرحبي ومشهور بكنيته عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل دينار شيل متك أخير بدن العقل بحي مده أفضل بدن ينفقه الرجل قفك مسلم كأو بحيو دينار شيل وي ينفقه كب حيو على عيال عروتي سي أبت كيسي يو دينار شيل وينفقه الرجل نكو كب حينيو على دابة قايد كيسي في سبيل جدك له قايد كأها قايد كفرس كي يرتقى يبقل كي يكدو له يكوها القمي ويحكو بحيا صرعة متك صدح ودينار شل وينفقه وكب حين على أصحابه ذاتك لا سعود المسلمين تا في سبيل الله جدك له أصحابها يعني شل كعيار كذا كب حسا أفضل بدن بحصرعة قايد كذا أتكوها القمي شدكو جهاد يسوي حي أتكب حسو وحصرعة مسلمين تكل الجهاد يولى لها يكل سعودة وحي أتكب حسو. قال أبو قلابة وحول أبو الله بن زيد الجرمي وتابعي وبدأ بالعيال نبي وحكب الله بي صدقتي يحول بحنتي إنفاقي وحكب الله بي عروتي عيالك يحكب الله بي صادرت إذا إذا أفضي بدن ومحايا إلي وواجب قونو كوسارا مسؤولية قونو كوسارا. ثم قال أبو قلابة وحولي وأي رجل أعظم أجرا من رجل ينفق على عيال صغار يعفهم أو ينفعهم الله به ويغنيهم يعني حديث كبو تعليقين يا وحول وأي رجل من كيبا أعظم كوين أجر حق أجرك من رجل ينفق نفقين وبيليا على عيال صغار عرير يرو مكس أو نسكف الليل يعف مسوه كدورة يا باهيدا يا بريضة يا توكسيغا أو ينفعهم الله ما ربكو أنفع يكو ديفين يا بيها أساقا أيقو كو ديفين أساقي بامركة ديفين يو وحترى يو وحترى يا أما إلهي بأسقى عروتك قد ديقى يا باهيدي يا بريدي يدلق يا مهاندي ويغنيهم كد ديقي يا كفض بغن عرور المسلمين ننك أسطر باهيدو دي بكتدو دي كون في الله دي إني ميلها وريقان أما لو توكسدو أما لو قارم أما لو بيريو كقف في الله دي ننك كفض بغن محوية يبوله وارنتي. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزيد بن حرب وأبو كريب واللفظ لأبي كريب لفظ كان شيق دوننا مرها أبو كريب إسكالي قالوا جماعة وحيدا حق سندك. حدثنا وكيع بن جراح أبو سفيان الرؤاسي عن سفيان الثوري عن مزاحم ابن زفر مزاحم ابن أبي مزاحم الكلبي الكوفي بالليل هذا وأنا وحيد في مسلم وليس في مسلم رجل يسمى بمزاحم إلا هذا الثقة إمام كان كليا وح مزاحم ليجادو رجاش مسلم كمذا. مزاحم ابن زفر الكوفي عن مجاهد بن جبر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دينار شل يذهب أنفقته وأتكب حسي في سبيل الله جدك لا أتكب حسي جهادك يو دينار الهنتي أنفقته وأتكب حسي في رقبة قرح رين تدأدون لحريه يو دينار تصدقت به يشيل القصة قيسة على مسكين لبناء مرقف مسكين ودنو إيهيسو يو دينار أنفقته على أهلك يشيل القصة بحس أهل كذي رير كذي أعظمها أجرا انت أفرت دينار من جهاد لقو بحيي من قور مسلم لقو حريي من مسكين لقصة قيسة روح طبالي سنو الدن يرى يود من القصة بحس أهل كذي رير أفر دينار أعظمها أجر مدة أعظمها كأوين دنانيرتاس أجر حق ثوابك
الذي هو دينارك أنفقت وأد كدي بتتقب بحسي على أهل كرير كذا أتقب بحسي حديثكم مركب الدليل أيها وتصهيا الاشتغال بالواجب أفضل من الاشتغال بالنوافل ومسألة إجماعية إلا نادرا إلا نادرا إن الواجب يفرض ربك صار أت كسر العاشو أت كسر بحث أسرع أت مل صارته أي كفض بدن إن أتصنكم مشقوشه هذا درتني واجب كضياع يا سنكم مشغول ايو شيطان با ميلك خدي اقون درايسه هذا درتني واجب لغا فضل بدن ياي كم مشغول يا كي كفض بدنانا ابان دق ان دق جلق سينين اسغونا شيطان با ميلك خشينيا يعني شيطان كمركم معاصيده كالا سمرو وحو سميا كارتا الاشغال بال ها بالفاضل عن الأفضل حكومة مشغولة شيء فضل بدنا عنا كان مشغولين كي كفض بدنا ثم هذا نقول يوم عمره إسكيج عشان هاي وحاجة إسكيج عشان مسلمين تيا قرابة يباهوا دمانا يا أذن كيه لين علا شيخ باصبرك كين هاي عمره كوجين هاي ما قد هو جي لو أكون الضدر لو أكون إيدي بأنا أقارن مال كفي عني إيه بكله لو أكل أدوش داي أتردون مت يدي وحكى لإيشيكو نقيم باكاها اللي في بداع الفوائد تضبقى أو شيطان قد تقول له قويه أون حاران أسو كوكور دي أسو أون حاران مع سيكور سيدين أيو الصنان كي دحلو دكوكو مشغولين لي هولا كلو كاغا مشغولين واجبات كيف قود حفريسا فضائش بقود حفريسا نينك هذا تكري ويدو مع سيكور ويدو حولي هاي ميلان أجر بنين كل قوه وكم مشغولي شيء فضيق بطنا مركانين كان واحد دراسينين سام بوشيدان كوغلي واجد دويدا غاشا لورد ماني يهدو غاشا لورد ماني اون لورد ماني قوليها اسكي عشان عمره دا يحجك صدح كونو دولار كودغا هيا فندق التوحيد هيلتون يا شيرتون ايه لغا كريم هاي هل بويدو دامية دكا مسلمين تي محصتي ولا ليهنا قرابة دي اهلكا خلط بيكف من حديثك قرمه وي هذا قرمه تابع قرمه وي هاي إن أتفهم ده نسكت هوش أيضا مرك هوش أسف فهم بيك حاجة بعانتا هذا وضع رجت الجهاد مع حكافة البدن شين كل غب حلا نبي وحولي وحكافة البدن هذا عرورت بالكودي قرمه الجهاد ما كعرض بالكود ميرشك صارت جهاد كذا لقاه الله ينامر كوياي فرض كفاية الله سعد هذا يعني مسألة عامة قلة الفقه إسكالالي أعظمها مثك أوين أجر حق أجرك الذي مثك وأنفقته أتكب حسو على أهلك أهلك هذا ملك فرض عين جهادك يا هاي عرضت بحق يفرنها يا حرال اسكو صدادان حرال اسكو صدادان وتيم نتيمين لو يدو لي لحوي ربي لان هلاي والنفقاء بيل كايرك النفقاء وحاوب بهم بالي مجاهدين دقال لما يبا أوبا هانو شدال بيقوب بهاي جزين بيقوب بهاي يدان لسين ما أنت وقد قال الدفاع ما هي دمش كان على طول فديا مساكين مسلمين قاچو دمان نوجرا وهدان لسين يجون قاچو ولا والله حبالي حباش على بقري محن وصمين نابا الليل وحول المجاهدين تقب بحية ومعاجرة أيقون قاچو دمان أنت النور لقال دمان برهدان للدفاعين هو المصائب بابا هيساتو مقادير بابا كفر ساتي ومعول بابا يقول انت النوليت يا بابا مان اسلام كايدن كالبحي مركا نمانك الدفاع يا صفكا ركوتشري فرض عين تؤتاك هلوك بحي وانا هي كاغبا انت وش ايضا فقي فقي بك كاغبا انت حديث كان يتفرد به مسلم حديث كان يتفرد به مسلم بخاري وباوري في الادب المفرد تضابع كنت ركوب كوريا ومن مفاريده حديث كاني حديث هذا قيمة بدل حدثنا سعيد محمد الجرمي حدثنا عبد الرحمن بن عبد الملك ابن أبجر الكناني عن أبي عبد الملك بن أبجر الكناني عن طلحة بن مصرف اليامي عن خيثمة بن الرحمن الجعفي قال وحوري تابع قاس كنا وحن جلوسا كوي فردية مع عبد الله بن عمرو بن لفرديني من صاحبك ولا وهب بن جرير عفو وهب بن جابر ليلاده وأصغونا حديث كورية كسين السنن كم مرة أبو داود ينسائي أبو داود سنن كسين كم مرة أيا أصغونا حديث كورية رواية أولي وذات كوهب بن جابر
وعند ابن ابي الدنيا في كتاب النفق على العيال كيمت بعضين يمشي لجوي بيت المقدس ويمشي لجوي الله فرد الله فرد عبد الله بن عمرو عاصو بيت المقدس قالوا وفرديا اي التابعين تم حديث كقاتن خيثم عبد الرحمن يوداد كاكليل الى وهب ابن جابر كنا وحنا جلوسا كوب لفرديا مع عبد الله بن عمرو نعاس في بيت المقدس وي اذ جاء وحيمت قهرمان له من وكيل كساء قهرمان كوانك أرمها جوريا كاغا هوسيا وكيل كاغا جوريا بيرشي سي هولها عروت ايو ايتا احسرتا ليدا اسال كي سيداس واقدم بنا قدوميها دقما وقهرمان لسكيري وكيل والبو حلو ديبا لسكيري واقدم وانا اري فارسيا فارسيا عجميا اذ جاء وحيمت قهرمان له اي وكيل له نو وكيلو اهايو بيلشي هولها اوغو هوسيا عبد الله بن عمرو عاصو واسو وكيل وقدم فدخل من كبار صوغل وميش أنه فرنوا صوغلي فقال عبد الله بن عمرو عاص وحجلي رضي الله تعالى عنه أعطيت الرقيقة الضومضي المسيسي قوتا بيلكو بشان رمضان بالرمضان بقولي بأيد وهب كشك وحوري وحان بيت المغز التقي شعبان والله ما المتقدم من طيبان تقي مركز وحان جعله يستيا دي شعبان بس كقبتها بشان رمضان ما بيت المغز كقاع كسو انتو ذو كو اعتكافت اللي هو مسجد كسدحات مركز صندوق كده حق هذا حال لي شيء ابن عبد الله من عمرو عاصو فرديه وانو تجي خي ثمان حل قاسة وشو حديك وقات مركز أعطيت الرقيقة الضومة ذي مصي زي قوت مقوت كذي مؤسر ريبتيبوري قارمان كبا كي يمد ماشي عبد الله وكي يمد بكي يمد مكازول بيشان رمضان بلا شيء ذي مرت مرت الضومة ذي وحكي سكت داي وحكي سكت داي الضومة ذي بيلك ذي مصر قال قهرمان كحول الله مايا بيلك الضومده ما بحنا هوانك يا عروتي هولود ميل بانصار لكن الضومده ايغو وابن هفيبا قال وحوري فانطلق اور الدقاق وفاعدين بيلكود ميل صاروا سي قال عبد الله وحوري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء اثما روحه وحد ذنب او غفلا او ذنب كدقه ان يحبس انه كحنبه اما او ضيعوا عما يملك قوته حد او بيلكود مسؤول كي هي روايه ابو داود با كفي عنيدو عن أي كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت أن يضيع من يقوت بأيه إنه ضيعه ضدكو بيلا يبيل كذو ضيعه أحمد بان لو يديو ليدي أبو عبد الله إمام أهل السنة كورا ننكو هذو إسكا سفره وما إسكا حجي أما عمره يستو أما سفر تجارة وبحو أما هولك لي التمشلين ودقاقو عررتي هوانك بيل كذو ميل سارين حنك وآثم فاسق أوي وحال احمد وكورا مسوق لي حديث كان كفى بمن اثما نك بيلك عروتي هرك ميل ساره لكن كبيل هاي وحن بنانين لهو اشد اثما به بول تنا كسي دم بويم وضيعات وقول بضيع اظن حقا اقول زي حاران بلا اوي دم بولي بقول الله لا بدم بين غني سابو اسكا الى لي هو شايدا كفى بالمرء اثما روح الذنب وحاقد ذنب وحاقو فلا ان يحبس انه حنبه عمن يملك قوته ان يحبس النفقته نفقد يبيلك انه كحنبه عمن دول حقي يملك وهنن يوم مسلك قوته بيلك سو مسلك ان يضيع من يقوت من يقوت روايدي ابو داود شارحه وحو شيغي ان حديث كان مسلم كلي او وريو حديث كان عبد الله بن عمرو عاص إنه مسلم لا تفرض صحنا مع أبو داود باوري صوما قد كمرت النساء نواوري صونا في الكبرى حديثك وحال يرخى الضيان وما إلى وذاتك نس مزي بامركم مرة تحفها أي طريقا بوكينا طريق خيثمة ابن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو عاص بوكيني طريق أنا مسلم لا تفرض لكن طريق وهب بن جابر نساء أبو داود ورين هيينا ميرضى بوكشيك ميل دمبو باب الواو وهب بو كشيغي ميشا باب الخامر كلام رايو وخيثما كشيغي مركا قاب كاسو ترتيب يا مزي صحابي مركو كينو روادنا و ترتيب ابجد بوكو ضيا همزو كبي الى يابو ازدوي دغايا مركا ساسا ولادك خلطا لغايا حديثك المهم مسلم وحوري النسائي يا ابو داود باوري وانا حديث صحيح روايه مسلم بانا اصح من روايه السنن حقا معنا لكن وحاكا كقرحسا رواية السنة كقرحسا طيب باب الابتداء هوشا مركب حسوق لي دادك اسكا صفرها وحبرشا اسكا دورانا اسكا تمشلين ايوان بلاشي
ميل ثاري وحي سوق ليا جماعة التبليغ رك بدون كمبيوتر وحي سامية وهو شوان بيرة شركة ميل ثارو اسكبح وهو شو معه خروج الله يخف فلاني صعو يا دوغو صوتك يا هبان دوغو صوتك أو شو أسلموا أو قالوا يعني وين هذا قلت تاجنت أي واحد بحي ورنفق يسوع وصدقين لكن عرضت بيلكود وين هذا قلت تاجنت أسوء حيوق يسوع مال صارش ما لنا قد صفر يسنا وين هذا مال وحصارته كل الدين يدكان وحصارته سكر دقائق أو شو ما حلاش وين اللي قلته على جيبه إنه هو مشغول يسون إن فضائل أزو أضو ضيعها يا واجبات كيف رأيشي أولها سأدا ولا قد تعذروا باب الابتداء في النفقة بالنفس ثم أهله ثم القرابة وحبابي هاي باللابد لغب باللاب حق بيلك بالنفس أديك نفط هذا أديك وأديك وين هذا تبر الله هاي محل حيوقي مسؤولية صادق وحوق قبطه ردوا دوسا دقائق كريم قرمو خدامية قرمو لغو قورا قرمو هيري كو قادي باب الابتداء في النفقة حق بيلك إن لقب الله بالنفس النفط ثم أهل غيرك سو كحجيه ثم القرابة قرابة ذي حقالة ذي حكتة ذو كحجيه حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث بن سعد وحدثنا محمد بن رمح بن هاجر المصري أخبرنا الليث عن أبي الزبير قتيبية محمد رمح لبضوا بأسكوك حدثك ورنا يا الليث حسكوك قبوا يا مسلم من حدثنا أبو من أخبرنا مرها دو سيدايه وكردوها هي عن ابي الزبير محمد عن جابر بن عبد الله الانصاري قال جابر وحويلي اعتق رجل نمبا حريي ومن بني عذره تري بني عذره وقبيل عان وري عربيد عبدا له اضون لها بحري نين ري عربيد وري بني عذره وجيس كاما جلب كدشي يا وحو حريي اضون لها عبدا له محو كحريي عن دبر مركان دنت حرت هي بول عتق الناجز ما هين هذا الحرطة مردين حقنا مردين هذا الحولها كنت وانك حولهم مكاتب كمردين وحيو لي الضون كيو ما ينك عدين تحربة لوجه الله الكريم انت اضنوش هنا الضون بدي آنيس كاس مدبر كالليل واتقانا اعتق عبدا لو اضن رهابه كحري عن دبر يعلق عتقه بوفاته مركان دينتو اياد حرطة يبقى فبلغ ذلك رسول الله أرن كاسا نبي إلهي قاري ننكي هبلها أبو مذكور وذات ليدا دوي الضوء كان يعقوب القبط بها ليدا دوي رواية كلا عضين دوني هوش بها نبي قاري ننكي أبو مذكور أها إيه أنساري قاها إيه وحبها يسني الصبول كاها هل كي أضونه وكنحا هاي إيه نبي الله وحوه لي مركا أنت حربط الله شيء فقال سبحانه وحوه لألك مال وغيره هنتي أن أضون كان كائن مكواها مليضة أنت أنا أضون كان مليضة فقال وحول السحابي قريب بن عدري أنساري قاها لا فقال وحول ما يشتريه مني ما بلهيبه نبي قام بابا قريبا إلا هو والي مسلمين وخليف هو مدحويني مركا لقى صوته رسول لماذا إن بني بدا هو معموله مسلمين نينك خالدما إيه شرعة الملكة قدعة منكر كوسمي والبدلها يا باليد بلغو بدلها نبي وحول أضون كان يجيب سنة ما يشتريه مني المزاد العلني بهالليل هذا بيع المزايدة لو يقانا إن شيء لا بند يقول يا ذي يجي يبسنا كم يصير كم يقول مغل شرتين شيء لا نادين شري مرة فرح الإزجالية وهو حلوك اللي يبسدا أما لب روح بايع مشتري يسكن نقطة مرة نفك سيد الله دقة هيا أنت أزوي يدي يا كدري بقول بوري بقول الله باتي يا يدي سيقص عطه حيث جيزا مش أكرس مركز الله فاسحة هيا نادين محل أورنجري نادو آي وركاس قبل الله قاركود بلغة استعماله سومالي قاركود بلغة استعماش ضاي يوسف ولسو بدي ريران آد بلغة استعماله بلدوين وحن نادين بلغة ما يقال وقال وحور ما يشتريه مني يا إيه إبسني يا إيه إبسني صادرت الإمام البخاري حديثكم حقوق باب إستي باب بيع المزايدة من يشتريه منه نبي إعلامي حكفة ما إنا يتاي مزايدة إنا يتاي ورنتي فاشتراه حاكي إبسدي نعيم بن عبد الله العدوي من بني عدي بن كعب صحابي قال ساكي إبسدي بثمانمائة درهم نبي الله أنا سديت بغو در مكاسي استيب نبي وافا صحي مكي إني سوس عطي ويهل كاقاري باكا مقنيس سديت بغو درهم بنبي الله أدوان كاسي استيب
فجاء وليمت عبد الله نعيم بن عبد الله بهذا نانيت سديد بقوله رسول الله رسول كلي وليمت إلى رسول الله بيكدك أنتاي فدفعها إليه رسول كوديبي ثم دفعها إليه أما فدفع رسول كوديبي إليه إلى الرجل ووذاتك أنساري قاها يعدونك حريب النبي كوديبي يا سكان العقدة نعيم ميغوي سديد بقول الدرهم نبي كفرت كسار محايا للنبي قاها هدم بايعة مشتري ونوا نعيم نبي قاها بايعة هدى إيبينية مشتري ونوا نعيم وذاتك نوا محايا مفلس وي إلا شربوا بانون مامك وكف عينينو ضيعي بيلك يا مصروف في حقي أهل كيس رواية مركعة كولي عضي سيو وكان محتاجا نمبا همبوها فقال أنت أحوج إليه أنت أحوج إليه أدون كان آتي وعان حرية عن دبر أبا أبو قباه بطن قربوا حريسا فقير نواتا وحكا قباه بطن نمجي يا قصة قيس عروت هذه أهل كيو ضيعي سبيل كودي فدفع رسول كبادي بسديد بقول الدرهم ودي بإله إلى الرجل ثم قال وحور نبيه ابدأ بنفسك سديد بقول نفط هذا كل بالله ورادوا يسكنوا عليه إيش يشكوا ضبي يرتاي أذو يسكنوا عليه كوا فتصدق عليها نفط هذا كل صدقيس فإن فضل شيء هذو حكى صهاره فلأهلك غير كذي عرور تادي فإن فضل هذو حكوا صهاره عن أهلك كصهار شيء من الدنانير من الدراهم عفوا فلذي قرابتك قرابة هذا ذلك قرابة وصاحبك أهلك يحكي يحتاج على كبه ودراهم تاني نفط هذا هرت وحكتر وحي صهارنا أهلك هذه ركوا كبه وحي كصهارنا هذه أهلك صهارنا قرابة وحكسي فإن فضل هذا كصهار عن ذي قرابتك ذلك قرابة ذي حيال هذا شيء من الدراهم فهكذا وهكذا حق حق وبحوي ذلك مسلمين مسلمين تقود باهيدا ذي بخصوصا كقاقب قادو يقول النبي حوليه فبين يديك هرت هذا كبحي وعن يمينك مدك هذا كبحي وعن شمالك بدح كبحي وام حي حدك حوت الماما يا مركز صدقة عاد بحين يسوا حاول أحسن دور قابو كل دون كبحيس أنت الله صدق قاضو فقراء بس هكرضوا الكفرة مساكين تروح كسي ابن سبيلك تروح كسي أقون تروح كسي أرامش قبلها جروب كذا يرتاح تروح كسي يعني دور وجيه كل دون كبحي بقول لكم محلو قيبسا دور قاب او كلا دوان او خيرون اه هل من هذا كوكب تصاصع كفي عن بنا بقوت المامي حديث البخاري باسوك صوصر من طريق عطاء بن ربع عن جابر هذا وحمر يسعى عن بزبع عن جابر بخاري ساس وكورية دور مر بكورية وحدثنا يعقوب بن ابراهيم الدورقي قال حدثنا اسماعيل يعني بن علي عن ايوب السختياني عن ابي الزبير محقربا متابع يكين يا يوه أيوب إنه متابعين أيوه ليث ابن سعد عن جابر بن عبد الله الأنصاري أن رجل من الأنصار لفظنا وقوس وقري نينكم حرم أن رجلا أعتق رجل من بني عذرة الغيروران هذا رامح هو رجل أنصاري بن عذرة وأنصار بكثر سنة يقال له حلوق مقعاب أبو مذكور بالورنجري كن يدس أبو مذكور بالورنجري أعتق وحوحري غلاما له أدون لهاب عن دبرين قداشي بكحر مركان انت حر طيب ويري يقال وحلو مقعده بجري يعقوب القبطي بالورنجر وساق وكحي ايوب كحي الحديث حديث كبو الدريري بمعنى حديث الليث وحديث كليث معنى سوك لو كدريري وان كل لفظ اهي ليث اي ليث ايوب ولا متركب ضمن حديث كم متابعيه وصبيان ثور وكمد هاي شافعي باسون من طريق عمرو دينار كوري حديث كطرق بن بعد كوليه حديث مركو اصل ويا صدح باب باب كود وحوي وحديثه تلمامية بيع المدبر مسألة خلافية في الفقهيات مالكية ده يحنا في يده وحي قبان بيع المدبر ما بنانو أدونا تري له درتي بان كوحري مركان يتكذب وهذا انقلف إلى حربة تأت تري تتكذب التقطو ما يبسن كرت اللي ما يبين كرو لا مدحوينا يبين كرو ولا أديكان يبين كرو وكبر حق عن هذا سمع علق وجود أنت النوشة لكن مالك هذه متو دقائق يا بيتاغين اي وبيع ما صح حيكون هو حجه على الحنفيه والمالكيه معا اجوبه يكبحيين ابو جعفر الطحاوي وكون رفطي اما ابن عبد البر وحوه وكشن قري وحصعون يسماها وحاكوا احدكم اصل ويا هي بيع المزايده
naadada beeca la yidhaahdo axaadiistu odhanaysay iyo ma banaano walaa yasum axadukum calaa sawmi akhiihi, yaan laysku fallisin, yaan layska dabategin, iyo beecul masaa'id waa kala duwan yihiin. Taasi waxay ahayd anoo nin wax ka baayacay isagoona wada hadlayn inaad tiro iskaga soo tago anaa kugu siin intaasi miquu ku yidhi inta anaa ka yar ku haya tayid abdarro wey oo markaas cuqdad bay keeni, shaxnaa bay keeni, isku dhac bay keeni, muslimiintoo kala dhintay keenaysa. Laakiin marka suuqa banaanka lasoo dhigo nin walba ogyahay, nin walba shiinkiisa wuxuu gooyo wey, maxaa cuqdad waaba la naadin hayaay tartanka gal, nin walba hadhiito tartankiisii arjigiisa ha qorto, nin walba jeebkiisii iyo qariiradkiisa waxa ku jira. Marna waa hawl khaasa, marna waa maxay xalaal iftiin baa la qashaa lagu kala baxo wey. Marka beecul musaayada shuqul kuma laha oo naadada beeci ahaa asawmi calaa sawmi akhiika shuqul kuma laha, waa laba kala baab. Waxaa kaloo ku jira mufliska ama ninka safiiha in gacanta la qabto asna asal baxdku u yahay, yaa kaaga baahi badan baa leedahay, maamulaan wanaagsan baad ku dhaqaaqday, waxaad waxba kama jiraan, wixii la timid waa balcan baacu iyo hal baca lagu lisay. Sababku waa maxay? Saasaad yeelaysa beecina waa lagaa iibinay, waa lagugu dulgaday. Isku nafiqee adigu, ummadda wax ku qabso. Xadiidku marka macnahaasa asal u ah. Waxaa kaloo ku jira xuquuqdu hadday tasaaxumaan, waxaa lagu bilaabaya fal ahama suma almuhim. Nabigu marku wuxuu yidhi hantidaani waxaad ka bilowdaa naftaada kadib ahalkaada, saasaad yaad u wadaysa. Hadday khasaaisti dhammaato bulshada muslimiinta weyn baad u gudbaysaa, markaasna waad faraqi, intaas waajibaad ku bixi, intan masaajid ku bixi, intan dugsi ku bixi, intan miskiin sii, intan musaafir u dhiib, intan agoon sii, saasaad u qaybanaysa. Muslim xadiidkaani tamyiidkiisa ku sheegay turuq badan buu leeyahay. Turuqda makiyiintan dadkan nimankan masriyiinta ama makiyiinta ama xijaaziyiinta ay wariyeen ayaa asaxu turuq ah. طرق كوفيون وحديك كو خلطنتي باجرة أو كو دري سحابي عن ريب بن عدري أنساري جاء مرك النبي قال دونك سو إبن يو فاسحة أما النادين يو وأمر كود أنتي كدي أو كو دري سا دينا والقولها لبضع الرواية بوا روايتان ضعيفتان عند أهل الحديث منكرة أو دارقوني أبو بكر نيسابوري مسلم كتك تك سدي أول من تكلم في هذا الباب بخاري وهو شافعي أم كيسو يو كغا هادلي علاد حديثك كنت المامي مسلم بعد وفاي تميز كيسا كفيرية رقم كا تضباطا إلى تضباطا يا آفر طرق هذا أو دورت يا طريق الليث عن أبي الزبير يا طريق أيوب عن أبي الزبير يا طريق عمرو دينار يا طرق قالوا آدو ففاي با يا أصحيح سنعيدي بمركة دورتي مركة سيدا سوي بدأ هذا أشياء باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد والوالدين والوالدين ولو كانوا مشركين. يعني تراجمت انه كلا دوانت لكن وحي يدغنوا باليدين شيغات. باب فضل النفقه وحو باب هي فضل كجرا ان لبيلو وح لوغو بخييو اي وصدقه وح لوغو صدقه استعاله اقربنا سوكيه حقالدا اي والزوج حاس كاد اي نين كاد اما حاس كاد ارد هذه افضاد اي والاولاد اوبد كاد اي والوالدين لبد كو دشه وح لوغو بخييو ولو كانوا هبا اهادين مشركين قالها نوقدي قالوا مشركين حربيين اهي ان حربيين اهي فضل كجرا ايو ان لبيلو اما وح لوغو صدقيستو قرابدا سوكيها زوج كادي اما زوجتادي اوبد كادي لبدي والده كو دشه اما ايي او وحي دون هان نوقدين قالوا هان نوقدين هدا ما كايسن حربيين اهي. حدثنا يحيى بن يحيى ابو بكر نيسابور التميمي قال قرات على مالك والحديث في الموطأ قرأت على مال دارة أنت بن مواطن بلقس وقرني عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري أنه سمع وحوم مغلى إسحاق بن أبي عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري أنس بن مالك يقول أدرك يوي معايير عبد الله بن أبي طلحة هي أنس بأسكه إياه مركز إسحاق أدر بالو إياه يقول أسوغولي كان أبو طلحة الأنصاري وحوها زيد بن سهل زيد بن سهل مقعس لذلك هو مشهور بالكنية. كان أبو طلحة زيد بن سهل وحوه أكثر أنساريين أنساري متك أو قبة بالمدينة كنول ما له حق هانتدا هانتدا ريم مدينة بيري أهيد بساتين بي أهيد ريم مدينة بيرلي بي أهيد هانتدا ضو قبة هاد بيرها سي بساتين سي أهيد أكثر أنساريين أنساري متك أو قبة بو أهيد بالمدينة كنول ما له حق هانتدا أي بساتين اللوجدة مالك الله قال الله وابيرا وكان أحب أمواله مالك سميتك اللوجو جعلي أنا وحوا إليه إلى أبي طلحة
بيرحة بيرت اللي هذا قابلا بالله أخرى مر ولا قصريا مر ولا مدا مر والجدا رأضة مر ولا كرنبا البير بيرحة اللي أما بيروحة اللي هذا أي أحد موت وحن قصو مرة صالح حقا نقصو مرة بيرت أصو بيرها أقول شعلة وحقول شعلة لا بس فيلا هيد وبيريس كجدو ونيد بير قدو مجال هذا ومسائل قبلتي سكوت الله يا برتن كم مقالة المدينة بقى مدر لباد بيرها بدن كود بيها يعيش كقدر دورة دنام بيعين أيه عيال بيها بيها مع عام بيعين وحريدة مركوي كبر كبدن بيرها كله وأج على مرك وكان الوحيد بيروحها أما بيرها مستقبلة المسجد مسجد كيسور دوري حق قبلتي سكوت أدنى وكان رسول الله رسول كلام وحوى يدخلها بيرتك يجلا ويشرب كعبة من ماء فيها بيكود حيالي أما إل كسعوتي طيب أو ناكسن معان حيال أما إل دردر كتالي بنبي كعب الجري وآدو معا قال أنا سوحوش وأبو طلحة تأذير كيا فلما نزلت هذه الآية آيات المكي سودكتي لن تنالوا البر خير وين قاري ميسا حتى تنفقوا إلى أد بحسان مما تحبون وحد تعيشهين ومال حقي سأدو حكا بحسان مالك أتعيشهين إلى أد وحكد يبتان خير وين وكامل هيل ميسان شيء بشيء قد أقول تعيشهين وحكا بحشا هدا دون إنسان خير إيا بر إيا وناك إيا شنوي وين هذا الشاء آيادا مركي سودكتي أبو طلحة مركة وحولي هدوا والإستابتي قام أبو طلحة الأنصاري باستاق إلى رسول النبي آيات وقد الأخرين من بركة وإنك زمر من بركة وآخرين مالي مال ما كمد طيب ركب دون المركة أنتب بضان لو حوالا بضان نبا أضوما شعل نبا بير شعل نبا قيل شعل نبا قياري كنا في بحي نبا قوري أي كقدر قنتاي نبا وحبو آدو شعلي إلى هنا وإذا الله اللي لن تنال حتى مما تحبون من بعد ما تحبون قام أبو طلحة استاغي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مركا خطبين يبو استاغي فقال وحوري إن الله يقول في كتاب نبع الله إلى وحولي في كتابه كيد لن تنال البر حديث كان وحو حجوية من سلا لغو مرمو عقدية أما أدب أو لغو مرمو فقادو كمربي قال الله تعالى إن لأقليها مرن ملح قال رسول الله مرن ملح قال تعالى مرن ملح ملو أرنكرا يقول الله تعالى يقول فعل مضارع من الله عبري كرا وذا داتي ذي ودم مايا حول ورنا يقال تعالى قال تبارك وتعالى ماضي سيغا ماضي بعل الربا وذا داتي ذي سحابي محولي إن الله يقول في كتابه نبي قرأ أداي والله يقول الحق وهو يهدي السبيل القرآن وثو قرنيسا الصواب ونمذهب جماهير السلف والخلف قال يقول وعسكم بيت قال الله تعالى يقول الله ورنكرتا إن الله يقول في كتابه إليه كتابك سوحكولا يا هاي لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وإن أحب أموالي إلي أنونا مالك اللي يجعل يعني أجعل أكتدا وحوي بيرحة بيرت اللي جادوي بيرت صن أو أجعل النبي علو وإنها صدقة لله تعالى إلهي درت من أبحيي وقف معها صدقة لله بمعنى إلى درت من أبحيي نبي الله عداد وقيم بوري أرجو حان رجينا يا برها خير كذا يوذخرها كيد كذا عند الله إلى من كرجينا يا برها إحسان كي طاعة ذي طلب كذا وجدا يوذخرها كيد كربي يقرية حسنا ذا إلهي بن كرجينا فضعها نبي الله قدتش وكبحي يا رسول الله حيث شئت ما شدنت أنا جوا إجابة حلوة صدقه إلهي بان أجر كقد دون يا الذي درت بين إجابتها هاي آيات دسنا كل رقم يا هذا أخي النبي الله إذن ماشي هذا كلق من كوب بحب كوب قيب جبني موي جبني موي وحضر بحس هذا بهاي سنة هكود دبده جنان وق سيد هذا ولي أنت مولع يا رسام بين نفتك هالجيني نفتها مدرزير ببحنا يان وبحكوا ذي بكاجي استاجي وروح يا ابو حسان سقوا من نمر او غهرا سقوا مننا ام مولا طيب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بخ وغر وي واحد ابو تبخ وا شيء قال لو بوغا ليدا اد قادن ويدو كلي يا ادي يا اسود ادو بوغا دنيس ذلك مثك اسغا مال وي رابح فائدي ومال فائدي ورائح نوال اخري
ومال سي عرابه يوصو عرابه يوصو يوصو كالله يوفائده سي أجلس أكوكو سعودان والليلة ذلك مال رابح أي ذو ربح ومال صاحب فائده وأجر بضنباك أقصعون هايو ذلك مال رابح قد سمعت وان مقري أبو طلحو ما قلت وحد كتري فيها في بيرحاء بيرت وحد كتري وان مقري لكن هذه حيلتها وإني أرى أنور وحان أركاء لكم من أن تجعلها إن تكبح صوت يا شبيرت في الأقربين السكيها كبح سكيها مساكين تا فقراء أمضاير تا كبح حوارها إيكيري ويكابح سوما صدق الله بحيو قرابة باهان لبن باوقو خير خير بدن وكبح بالي فقسمها أبو طلحة قيبية بيرتي في أقاربه سكيه سي قرابي سكو قيبيي يو بني عمي المادرتي بكو قيبيي ملكا سكو قيبيي نمان المادرتي يا حتى نمان أدير أوي هاي يا حتى نم ولالكي أنت بواسيي يا نمان قرابة أو أوقة الضباط سكوي مادة رواك لا شيء دونا أوقة الضباط وقراب أوقة الضباط قرابوي لكن سؤالك تدش الشيء هو المحات قرابة قنصح بكله قرابة قنصح النبي عليه وقرابه حدثني محمد حاتم بن ميمون السمين حدثنا بهز بن الأسد العمي حدثنا حماد بن سلمة متابعات كي حديث كي أنس بروين وكيناض وحد مريسين إسحاق عن عمي أنس بن مريسين حدثنا ثابت ابن أسلم البناني ثابت مركب في المتابعين إياه وذلك إسحاقها عن أنس رضي الله تعالى عنه قال لما نزلت هذه الآية آيات المكي سودكتي لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون قال أبو طلحة وحيري أرى ربنا وحنوجد النبي الله ربي قال يسألون أنه ويدين من أموال بعد أموالنا إلهي أنه ويدين ونوع عرابين إلهي بحن حولانا قيب كمث مرادة سيداتي فأشدك وحنكم رجلي يا رسول الله رسولك إلهي أني أنا قد جعلت أرضي لكي إنا يلي بريحاءها بريحاء دون أرضا بريحاء أدان محطوم مرتين بيرحاء بطوم مرتين لله إلهي درتي بنبحي وبير مقعد قال وحوري السحابي أنا سفقال رسول الله رسولك وحوري اجعلها يل كبحوي في قرابتك سكي هذا حقال هذا قال وحور السحابي فجعلها أنا صويا وحكوية لو كبحية في حسان بن ثابت أوغة تضبط بسكوية مادان وأبي بن كعب أوغة تضبط بسكوية مادان أما اللحات قرابوي وأخيه وابن أخيه ولالك وفقيرها هي أولى دور يهبوا كبحية تضبطان وقرابوا قارسيي حسان بن ثابت واقدا بسهمك يقرق بيرتع كهلا مكلا القيبيي معاوية كيب سدي بقول كنو الدرهم بكسيست معاوية كيف ستواجدهم وخليفة أها معاوية بقول كنوا الدرهم بوكاسيست وشيركوا كسوا هكذا بيرتا مكلا قيب بيروين بيأي وكذا قاق تسأل الدونية انتا ما انتم بان هلاي انتا يمرنا عفتو سوك بيرك لان هلاي ما سعوني سوو شاي هذا هذا خير الدونية سوو حدثني هارون سعيد الأيلي وقال حدثنا ابن وهب بن عبد الله أخبرنا عم بن حارث عن بكير ابن عبد الله الأشج بكير ابن عبد الله الأشج عن كريب ابن أبي مسلم مولى بن عباس عن ميمونة بنت الحارث الهلالية زوج النبي أن أعتقد وحي حريسي إذن حلق بالله بين نفقتي هي صدقتي أبحي أبو طلحة قرابتي سي باب فضل النفقة وصدقتي على الأقربين وحديثك توصها إياه حديثك ما كان مخاطر بأنه مخاطر لبابة شواهد لحديث أنس بضلضل يا أمام مسلم أبو الحسين أنها أعتقد وحي حريسي وليدة أضون رواية كحدك أولي جارية سوداء قبر أضون ومدو أي بحسين ميمون وصدقيستي في زمان الرسول لحلق نبي محمد بحسين فذكر ذلك أرن كاسي أشكت ميمون لرسول الله سبحانه أشكت حيث نبي الله أضون تذهب لأهيت وان حريي وان صدقيست فقال نبي بحيلي وان حريتني وان حريتني فقال نبي حول لو اعطيتها اخوالك هذا سين لهيد ابتياشا كان اعظم لاجرك ساس اجرك اوينان لهيد ساس كو اجر بدنان لهيد اضونت بي حريسي
كدب نبي قد أشيكت نبي قال له حتى أضنتي بلي قعنتي ذو أكبر وحري نبي حويري وحكا قعجر بنان الله إناد قرابة هذا السيسو ويؤديكتو ويقعني ركردكتان ويصدقه كل نقط عتقه هو صدقه وأضنتي بدخل صدقه يسد عتقي حرية أهلك يا قرابة السيسو وصدقك لا بس صدقك لا فضي بدون نبي حويري لو أعطيتي هذا السين الله أخوالك رأبتك أبتك أن ربن هو يلبي أهاي ما تقرن إيسا روايك الحديث يقول لها أخواتك ولا لها أختيك نوى الرواية أختك نوى رواية موطأ وأنا رواية عند البخاري في بعض النسخ المهم ولا لها ولا شا رأبتك قرابة إنا ثيسا كاقا أجر بنان لها أدون تحورين تدال لغيري إذن الصدقة على الأهل والأقربين فضلك كجري كتوصي هذا عتق كفض بغت عتقي حرينتي وأعماش هو وين هذا فضلك بدن ما دو حكا خير بدتي صدق على القرابة صدق على القرابة وعمرك كلو كجرة قرابة ويسي كلا درنت هاي قرابة دنك هو يكتمت باك خير بدن قرابة حق آبا كتمت نمحيولي لو أعطيتها ها أخوالك كان أعظم لأجرك رأبتك حقاس رأبوك حقه وهذا انت بدن آن لحجنوي الماذا يربان هاي انا ذيركوي وهولها شغل كواتقانا لكن حقه يحقه ولا يربه دلاه قرار غان صحب الله أركا نينون انقبن ما كنا ما طيبا رأبتي رادو اسكسو حريرية هدون دون حق رأبتي بأورون هذا بان كاسا مركا لقالها الله إياه ماش هذي يقول خير آن لودن قنن أما الله تضيعه هي شريعة التركيزي ساحوجسا حدثنا حسن بن ربيع البجلي حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم الحنفي عن الأعمى سليم بن مهران عن أبي وائل شقيق بن سلمة الأسدي عن عم حارث ابن أبي الضرار الخزاعي عن زينب امرأة عبد الله زينب بنت معاوية الثقفية الليلة ذا وأهيد حاسك عبد الله بن مسعود الهذلي قال زينب وحيتري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقنا يا معشر النساء وحلبها ضمروا معشرك انت بمحل الجماعه يا كوح ديال الرحنطه اسكو شيقا امن سن اما اسكو شقده اما وحو وداقا اما هولاي كدحيس يا معشرك اللي هذا ولو من الحري كنا بلد انما الله كدغي بلد الحيرتان ذهب قال دغه 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 هني فراتيني يو سلسله دينا يو دغاغ دينا يو جنجمينا الله كدغ وحون بخي تصدقنا وحلبها يا معشر النساء ضمروا ولو من حري كنا واحد بحينسان بلدينا حقي سبك اهد واحد حرينيسان كو خرغودا دمرك وخي كو خرودا انتم ما بخياد مرو لغا تغي او وخ لا قاد لو ايبا لو دعا بلداس يو دغاغدا يو جنجما لو دعا نبي مركه وشو وادكي قال وحي جدعي غبدي زينب فرجعت إلى عبد الله رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم قلت بان إمد عبد الله مسعود بان إمد فقلت إنك رجل باطي عبد الله يو إنك رجل باطي خفيف ذات اليد قعن مران قعن تسوئي فضوضة بمعنى وامحاي واحد قعن تقوى يسمى له فقير بعبد الله قبلنا زينب أنا أنت بدأ ما يسأل الله هيني صانعات بأي آيات تمر كفرها فرها كبرها كيسين وحصمية درين بي فالكين ودر بي تلئ وكفيد تلئ معوسي سمين وحل حيد فريامي آيات مركا ورشاد وحسامي ساي اهي هانتي بي مركا كهلي جرتا وشا يدا رير كدي كبيري جرتا اقوام بي كبيري جرتا عرورت دي كبيري جرتا إنك رجل باتي خفيف ذات اليد قعن وحن كويت اي فضوضة بمعنى قعن مرن فقير وحبان هينين روايك إنك رجل فقير بجري وإن رسولك إلهينا قد أمرنا وحون نفري بالصدقة صدق النفري فأتي النبي قطقو فسألوا ويدي محان ويدي إنا وحكوك بحين كورو وحن صدقي السنة أليك عبد الله إنك أمام مدني أيكوك بحكرت فإن كان ذلك يجزي عني أرنك هدو صدقان يقو ذي يقفل لنا يهي فالأمر واضح فلا نغنق فيه بيت وإلا هدين هذه صدقاء كوك بحين صرفت وحن كوك بحين يا إله غير كوك كلا سيني هدين إذن كوك بحين صدقاء النبي كوك بحين أويلي ضد كلا إله يا أن كوك بحين يا فإن كان ذلك يجزي عني يكفي عني دو صدقان إيقا قدي
way igaga baxaysaa hadaan adigu ku siiyo waan kugu bixin way wa ilaa hadaysan kugu baxaynin sadaqadii nabigu bixiyayna yiri sarafta waxaan u iilayaa ilaa gairukum ahadan idinka ka ahayn ahalka cabdullaahi idinka qaala waxay jiri faqaal li cabdullaahi ibn sucuud wuxuu igu yiri bal itihi anti maya nabiga adigu tagbarad soo weydii runtii hadda ma ogtahay xoogaa gubanimo wey nin weynu la soo taagan sheekhow islaantayada zakadeeda ma igu baxdaa waa laga qurxsan yahay ma ogtahay waa laga qurxsan yahay xoogow gabadhayda xaaskayga sadaqadeeda ma igu baxdaa walaalkaga waxay igu saqaysan karaa waa fool xunbe maxaad moodaa haweenay haweenay cabdullahi wuxuu uhi maya anu adina carbeed oo reehoodalibaan hawla hawlayga maehe adugu nabiga su-aasha soo weydiiso بل إتيه أنت نبي قاعد أطلع قال وحي تلفون طلقت وان تجي فإذا امرأة من الأنصار وبهويني أنصار يضو بباب رسول الباب كنا محمد تاجن حاجتي دنتيدو حاجته أيضا تيدو كرتها إسكو مقعنا واقعها إسكو دنا ويوتين أيضا زينب بالا إلى رقاب الناس كلام ماشي تاجن أنصاريت أيضا زينبنا إربنا ثقيبنا أيضا زينب بالا إلى isku danna waa ahayn midul waxa uu socota nabi allow aqoonaan gacanta ku haya jira ninkayguna waa faqiir waxaan bixinayo waadiga maanta la waxa la baxshee ma ku baxaa ma siin kara isku dan bay wataan waana isku magac qaala waxay tiri wakaana rasuulullah rasuulkii ilaahay wuxuu ahaa gabadha marka zaynab ee ansaareed imra'atu abi mas'uudin albadri inay tahay baa riwaayad ku sheegeen waa imra'at abi mas'uudin albadri cuqbat ibn camr saxaabiga la odhan jiray بأسنا قبي زينب الثقفية وحاق عبد الله المسعود الهذلي معاك اللي في مركة إنا الباب كي استاجتان ويفرن درسدان أما النبي قال سوى الداعي إلى هذا وحيت لو كان رسول الله رسول الله وحوا قد ألقيت من لطوري أما له هو عليه دش سأل مهابة هيبت بإلهي قال لي والنبي قال له هي بس انتري لو ما دعي كرين وش اللي بحبه له هو نحرس بطن هذه روحي سمالة إليه وهيبت بولا تن اللي بحبه يا كويا الله ده هيبل هيبل تن اللي بحبه كويا الله libaax marka la arko hada ku istaagi kaadina waa lagu waashaa faqala waxay jiri fakharaja calayna bilaal anagu albaabkii taagan nabiga sugayna bilaal baa nagu soo baxay faqulna la waxaanu ku nidhi iti rasuulallah rasuulka ilaahay u tag fa akhbiru u sheeg anna imra'atayni bilbaab laba haweenay baa albaabka taagan ku dheh tas anaga waxay ku weydiinayaan أتجزؤ من قديسة الصدقة عنهما صدقة ما كجب بحيسة على أزواجهما رجوا ذا يكون بحياة رجوا ذا هذيك وحكوا صدقة يستان صدقة بحياة اللي يصير أن أمر تنبع الله مكوب قديسة مكوب بحيسة يو على أيتام أجون مكوب بحيسة صدقة ذو في حجور ما ربطوا ذي كشر أجون أنا وأنا مسؤول كنا هاي بقى لبلا قبل بع عروي يدويين بهاي أو على هذا يكدن تي بهاي يدويين ضدك أي هاي سي أيها هيسي مرك أي كورني سي زينب الثقافية وحاكمتها وذات كحديث كورني عمن حارث عمن حارث ابن أبي الضرار أيا كمدها ووالال كدو حقه يوالكيه أيا نرأي مرك إيد أقو أدن أقو أدني لما لا ولا تخبرها وشيء بيت من نحن عدنا نبيها وشيء وحتى لبها ويني يا نبي الله الباب كتاب وحي كوي دين يا وح مكوب بحين كران صدقاء رجوا فقراء إيه أجانا كعن تقوى يا إنت أنا نبي كوي دين هن ما قاعد نبي هن وش يا نبي وحشون يا قال وحي تري فدخل بلال بلال باق قال على رسول رسولك يبقى قال فسأله نبي قس أشي ويدي فقال له رسول رسولك حي كوي دين من هما لو قدروا كوما شيء قبله لو ضمر ماشي تاجن سعر ما يزي عدي وهو وناكس نبي حب قس أشي قبله عدي سنة يا iyo gobonimadooda u bogay marka wuxuu rabaa inuu goono u ogaado faqala bal wuxuu yiri imraat meel ansaar wa zaynabu haweene ansaareed iyo zaynabu hadare banida ayuu ansaareed ma weeye warkii waa cadeeyey nabi maxamed buu ayaa su'aal kana hadii haweenkan waxay kula soo ballameen hanna sheegin bini aadanka nabiga hadda isqabtaana nabiga la yeelahayaa كي صحابة انت كو خلدمان لغو عنان تي وذكرنا إيسا صحابي صلاة كجرة أبي سعيد معلّة وذكرنا إيسا وتكني وصنة إيسا نيا يعني نبي قو إياري مكاو صلاة دي أدام ميست مكو صلاة دي كدب النبي لبيك يا رسول الله يوال عنان تي وعلا يجي مركان كو إياري محذي أجيب نبي لو أن تكني
صلاة السنة يريد ذلك يعرس سو إلهي مدهن استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم ويكاوص بحضاء النبي الله مرتب ونقن ما يب إذن ودلة اللود دليشدو أن العموم في الأشخاص يستلزم العموم في الأحوال والأزمان والأمكنة والمتعلقات دم لها. إذن بلال هذه سرت ما سيدينين ما رفافين وحايمت ما هو أوجب ما هو نبي الله واسر هذاك حمين وين نبي منو باب نبي وتاجي هاي محاصرة قبلها هبلي هبلي وحسي أوسي وين ما وحلاقة حشودات ماشي ما يلا دمر بعض كحشود بدن مهين نبي محمد هذا أولى من بيلب مننا من أنفسهم عليه اسم الله والب بؤية. فقال وحوري امرأة من الأنصار وهي وزينب وهي الثقافية فقال وحوري أي زيانب زينب تهدي انت لقاك هذا ما هي زينب هو بدأ هنا وزينب تي وجمع زينب أي زيانب وجمع زينب. قال وحوري امرأة عبد الله المسعودي امرأة أبي مسعود البدر ولب زينب فقال ورسول الله وحوري له ما أجران مقبح بحلا إسكبة داية لبا أجر بلغة قرآية يعني أغونتي وحكو صدقائستان والرقض وحكو صدقائستان لبا أجر بيكي لا يعني أجر القرابة أجر كقرابة نمتك إيو وأجر الصدقة يأجر كصدقة صلة وصدقة والنبي عليه الصلاة والسلام يعني أجر القرابة وصل وقرابة حريدس لو كقرابة حريدس هو أجر ملح برنان لنا وصدقه مسلم لسي لبا أجر بذيذيون. حدثني أحمد بن يوسف الأزدي حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا أبي وحفص بن غياث من طلق النخعي حدثنا الأعمش متابعات كبوذا قال حدثني شقيق بن سلمة الأسد أبو وائل وياد عن عم الحارث عن زينب امرأة عبد الله المسعود قال وحجدي قائل كوامح وأعمش أعمش وحورنيا فذكرت لإبراهيم النخعي حديث كوحان أشيق إبراهيم النخعي بن أشيق فحدثني وحيقت بي عن ابي عبيده اني حديثك وحان اشيغي اعمش حديثك وروح ان كقادنيا وحوري عفوا شقيق ابو وائل بان كقادنيا عن عم محارث عن زينب امرات عبد الله اني اعمش اها ايا شيخ ابراهيم النخعي بان ماني حديثك اشيغي فحدثني ابراهيم النخعي حديثك وحيقت بي عن ابي عبيده ابي عبيده وعامر بن عبد الله بن مسعود ولك عبد الله بن مسعود ولا يوي عن ابي عبيده عن عبد الله بن مسعود عن عم حارث عن زينب امراه عبد الله بن مسعود سواء حديثك اوكلي حديثك شقيق اوكلي مركب واحد معنا وحين نقطي اعمش بوحوية شهاده لبا الشيخ اعمش عن شقيق الى اخره يا اعمش عن ابراهيم النخعي عن ابي عبيده عن عم حارث عن زينب قال إبراهيم النخعي وحوري قال زينب وحيت لو كنت في المسجد مسجد كان شوغي دح شوغي فرآني النبي نبي قاي أركي فقال وحوري تصدقنا ولو من حريكن وحلبح دقديه نبي وحكى بحسانه وساق حفص بن غياث وحوك حيي الحديث حديث كيبو الدريرية بنحو حديث أبي الأحوص مركا حفص بن غياث وحو متابعين يسمى أبي الأحوص متابعين أبو الأحوص عن أعمش بوها وحدثنا أبو كريب بن محمد علاء قال حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة حدثنا هشام بن عروة عن أبي عروة بن الزبير عن زينب بنت أبي سلمة ومتابعة كلي عن أم عفوا وشهيد كلام رباه عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قال وحيت لو قلت يا رسول الله وحان رسولك الله يو هل لي أجر أجر مئي هذي في بني أبي سلمة عروتي أبو سلمة أورا أنا وحكو صدقيستو أنا أم سلمة عروتي أن أبو سلمة أورا لي دور كاها وحان كب بحي أجر مكيه لاي عرو دور أورا شو سلمة ودي نينك الله أكون يا إيا نيل عمر لورنجر إيا محمد إيا زينب إيا درة أفر تاسع آي وعشان سوما لبا قبل ودي يشتد حويل درة إيا زينب إيا عمر إيا محمد إيا سلمة وعشان تاسع أورا شا أبو سلمة أورا شو وقدمت النبي أقول سوى قرنيسة انفقوا عليهم وحكوا بحني عفوا انفقوا عليهم ولستم يبيتري بتاركتهم متكتقيس هكذا وهكذا هكذا وهكذا سدا اي سدا بمعنى هك اما اجر ان كهلو اما انا كهل بيكوضا سدا صح سدا وي ودا شو راقاب كلي افسرين
iyagoo baahan iyagoo qaawan iyagoo aradan iyagoo xanuunsan kama tagay ku fad xawaal ma aha waxay u jeedaa waa kala sheegtayo calaa kulli xaal bay jiri ama ajir aan ka helo ama aanan ka helin waa ahalkii waa caruurtayda xaggeen geeya ayib laba goorba waan biilahayaay nabi allow inaa ajir kale ii sheeg bay jiri walaastu ma ii baytii bitaarikatii mid ka tegaysa hakada ajir haddaan ka helo iyo wahakada ajir aan ka helinba inamaa hum baniya sumaarat إنما هم بني وعروس البتر وهيل بكيجي فقال نبح النعم لك فيهم أجر ما أنفقت عليهم أجر بات كيه ليس انت طبي ليس أجر بإليك قرية مركا كويدي أحمد نحيري كذا ولا كذا بتر ولست بتاركتهم كذا ولا كذا رواية كلا على كل حال ولست بتاركتهم على كل حال مرك رواية كحد يقول وبني أخ لي أيتام عرتي برهب أبو سلمي كوا أن أغونو أن أقول عن تام كهاي كوا أغونو عن تام كهاي أنتم أنا بقول حور أجر بتكليس أقول أن أجر بلغاسين ربنا سلمان أجر بتكليس هذا يبقى مرك يرين يدي وينهم وحدثني سويد بن سعيد الهراوي حدثنا علي بن مصر القرشي وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحمدلي وعبد بن حميد قال أحد أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر جميعا سوى ذا الجري وذا دهس علي بن مصر إيوه عبد الرزاق عفوا معمر بن رباه معمر جميعا هشام بن عروة عن أبيه عروة إلى آخره عن زينب الطمرتين وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي أبيه معاذ بن معاذ العنبري حدثنا شعبة الحجاج عن عدي وابن ثابت عن عبد الله بن يزيد عن ابن مسعود البدري عنه صلى الله عليه وسلم أن المسلم عنه صلى الله عليه وسلم إن المسلم حديثك يعني هورين صومر حديثك أنس شواهد بضنب مرك أوكياني حديث ميمون أوكياني حديث وحوكياني زينب من ربط عبد الله وحوك حديث أم سلمة هذا نحو مريا حديث أبي مسعود البدري عقبة بن عمر إن المسلم قفك مسلم كأ إذا أنفق هدوح كبحشه على أهل ريركيس نفقة نفقية صدقه وهو يحتسبها سوى أجر كدوانية ويحتسبها أسوء إله درت أبحني أسوء واجب كصار أبحني كانت له صداقة صدقة أنقونيس قفك مسلم كأهل كيسير رير كيسي بيلك واجب كها بأجر إله كاسيني بيلك رب كصاري إذ أقودن إذا إله با كصار وواجب يحق لقوله إذا لا درت أبحني سيحل أدقودت باتك إليس إن المسلم إذا أنفق على أهله عياله وزوجته وهو يحتسبها وهو يطلب الأجر والثواب سوى أجر دون يونيد ونجسني كانت له صدقة صدقة أنقونيسا وحدثناه وحق عدك النوتبي عن بشار بندر وبكر ابن نافع كلاهما عن محمد جعفر غندر حاء وحدثنا أبو كريم محمد حدثنا وكيع جميعا سوى دجرة ودادها اللبضاء عن شعب الحجاج في هذا الإنسان قد مر شعب الحجاج هذا النصوم الرسوم عن عدي بن ثابت عن عبد الله بن يزيد عن ابي مسعود البدر عن النبي صلى الله عليه وسلم شاهد كله ومن حديث اسماء حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عبد الله بن ريس الاودي عن هشام بن عروه عن ابي عروه بن الزبير عن اسماء بنت ابو بكر الصديق قال الوحيد لي قبل داسي قلت عن يا رسول رسولك الهي ان امي هو يدي قتيله لي قيلب ولا شيغاي قيله يا قتيلة بنت عبد العزة القرشية أن إن أمي هو إذا قدمت وإيتمت علي أنا إيسو قشو مكة يكتمدو مدينة يقتمد ويا راغبة أيضا حجرين دونيس راغبة أي طامعة وحقود الرينيس قف كوي ما دقى رابضة أي أنتبيني وحترك هادوني أي راغب في الوجهة ويا راغبة أو راهبة أيضا عبصانيس راهبة إنه غير محفوظ ويبلغ ذلك أبو القوام السنة وغير في تعرير المسلم التعرير على شيء صحيح على مسلم عبد سوى غير محفوظ لكن ومعنى وارده حلق النبي أي كفار قريش ولا حين عهد الصلح الحديبية أي روح أمرك قال كيا أصور مسلم مسلم أي مادة أهل كثير واحترنا ورجينا يا حقنا وعبصنا يا أما اللي قد لا أن سيفتح قادنا وأسليه مرك إزديد ما هي وهي راغبة يدو قدر إن وحل حجريو أو الراهبة والراهبة مع حق النعبسانيس أفأسلوا نبي الله محر يا بيتر هو يدبا إيتي ميده وحبين الدوني سايتبيني يكالما يقرر تاي
نبي الله محرريا قال نعم سواج محاكل وهم مشركات وكافرات مركا أيضا وحان لو بدن يهي أنيسان إسلامينو قال لما يقول دمطي وإذا دا شيء أسماء هو يدين إسلام طيب الشيخان لكن الجمهور على أنها مات على شرك قال نبحث نعم ها حريري وحدثنا أبو كريم محمد علاء حدثنا أبو أسامة حماد عن هشام بن عروة عن نبيه عروة بن الزبير عن أسماء بن بكر الصديق قال وحيجري قدمت علي أمي هو يدبا إيسو قشو مكا كتمد ومدن يقتمد ويا مشركة أيضا مشركة قال في عهد قريش حلقي قريش أي نبي قد حي وانتو إذ عاهدهم رسول الله حلو نبي قد ليش هدن يا عهدي بقد حي إن دقال كلا جوجو طبان سنو فاستفتيت وحان سؤال ويديستي رسول الله صوباني بان سؤال ويديستو فقلت وحان كوري يا رسول الله رسولك إله يو قدم علي أمي هو يدبا إيتي مدو إصوب وقطي ما كينا كتمد جدار بين صومرت ويا راغبة وحين الرجين إسان وحلا تري أفأصل أمي هو يدبا محر يا وحما ترى قال نبع النعم هاه سلي أمك هو يدا حريري رواية البخاري وحابا قد تميد بقى إيا رواية كلابا إن أي كدي من آيات أي آيات سودك سورة الممتحنة لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين أي سودك تي مركب ما يشوحا كجرة والد كمشرق كافر كأه إن حربك أهين حتى إن لبيلا واجباته فقير يعني إن لبيله وحلا ترى وصاحب ما في الدنيا معروف أما كافر كحرب جاء والد هنقض وهنقض وحب الله ما تريك كره إن آخر الله درا ولا الرباعي قرب الله نولين هيا متك معاهد كي بلنت يعهد قال إن محارب كين حرب جاء هين ويوح الله جه الله يو أيدنا يكسو دكتي إلى أولي بره إحسان كودو إلى إدين مدين إربو حدين ديري تولي قدي ولا يدود وفرق بين البر والإحسان والتولي لا تجد قوما يؤمن بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم إيتن سكور من ما آيات آيات توادك الله هو التولي والموالاة هي الله ويمداس كفرك حتى آباءه قالوا بيسا تطوه مسلمين توقيه لس تنوى محي وأسلة حرير وي نفقية بيلي صدقة وي قراب حرير سوي والله وكال باب البر والإحسان إيو هي حل الدجال ويكل الدوان تاعي لبابا بابا مسلاهين وي جبر دمرك إن إيه إسلام بالله بدن ياي وحيكو قيد مرك في عهد إذ عاهدهم حاكتوا مقرر كأن الحربية ها لا يواصل لما حريرين بر إحسان ما لها بل مقاطعية تحريم هجر بولاية مقاطع ولاية إذن قرابود وفضل كجر حيرن تودي وحتركود إن يتلا بعجر صلة وصدقة نبي ففاهي أحد بنا كشر حي الهم فالهم بالوكلة هرمرنية أهل كأهرية كدمنا قرابود قريب إلى آخر سس الله وضيع الدو حيرية نفطر كبل الله بكدمنا أهل كوك حجة سس الله ترتيبنا إياه وحكى الله كلا قضية مرك كافر كأن حرب جاهين يو متك حرب جانا وكذا دوينين والله سبحانه وتعالى أعلم.